شنت القوات الحكومية اليمنية وألوية العمالقة هجوما مشتركا على مواقع الحوثيين في مناطق مختلفة بمديرية حريب جنوب مأرب في مسعى للسيطرة على المناطق وإبعاد التهديد الحوثي عن المدينة النفطية الاستراتيجية التي تعد آخر معاقل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. غارات مكثفة ومعارك ضارية على تخوم مدينة مأرب. مديرية حريب جنوبي مأرب تشهد على عدة جبهات فيها اشتباكات عنيفة بين قوات العمالقة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية والإمارات أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف جماعة الحوثي. القوات الحكومية والألوية شنت هجوما منسقا على مواقع الحوثيين في مناطق لصاد والفليحة والذراع شمالي المديرية. المعارك على الأرض تساندها قوات التحالف الذي تقوده السعودية بغارات استهدفت آليات ثقيلة للحوثيين على الجبهات المذكورة بعد استخدام الحوثيين تعزيزات جديدة إليها. الاشتباكات التي تشهدها الجوبة تأتي بعد ساعات من إعلان ألوية العمالقة سيطرتها التامة على مناطق في محافظة شبوة. رجحان كفة القوات الحكومية اليمنية القريبة من التحالف على حساب الحوثيين عنوان للأسبوعين الماضيين. بعد أن كان الحوثيون يخوضون معارك للسيطرة على مركز محافظة مأرب إثر محاصرتها لأكثر من شهر، يبدو اليوم أن الخريطة قد تبدلت مع تدخل قوات العمالقة إلى جانب القوات الحكومية. التحالف بدوره قال إنه نفذ عشرات الغارات على مواقع متفرقة للحوثيين في محافظتي البيضاء ومأرب خلال اليومين الماضيين، وقد أسفرت هذه عن تدمير أكثر من 30 آلية عسكرية ومقتل نحو 350 عنصرا من مقاتلي الجماعة. وتشهد جبهة مأرب منذ أسابيع أبرز المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، لكن تدخل قوات العمالقة قد أبعد الخطر الذي كان يحدق بالمدينة النفطية. دعا مجلس الأمن الدولي الحوثيين إلى إطلاق سفينة الروابي التي كانت تحمل العلم الإماراتي أثناء احتجاز الحوثيين لها قبالة سواحل اليمن مطلع الشهر الحالي. وشدد المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه على ضرورة إطلاق طاقم السفينة فورا والحفاظ على سلامتهم، مؤكدا على أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر عملا بالقانون الدولي. ودعا المجلس في بيانه كل الأطراف إلى خفض التصعيد في اليمن والانخراط بشكل بناء مع مبعوث الأمم المتحدة في سبيل العودة إلى المحادثات السياسية الشاملة. معنا من واشنطن الباحث السياسي اليمني سيف المثنى، أرحب بك معنا أستاذ سيف. ألوية العمالقة منذ دخولها إلى المعارك، والحقيقة نحن نتابع دورها وتأثيرها، محور شبوة باتجاه مأرب يبدو أن هناك تقدما يعني يحدث في الأسابيع الأخيرة، وكما أسلفنا في بدور ألوية العمالقة، هل هذا الدور يمكن أن يثبت على الأرض ميدانيا أم يمكن أن تكون هناك ردة كما حدث سابقا؟ وإلى أي مدى يمكن الحديث عن معركة حاسمة خصوصا بعد كل هذه السنوات وبعد التقدم والتراجع الكبير على عديد المحاور وليس أولها وآخرها محور شبوة؟ مساء الخير أستاذ نضال. في الحقيقة المراقب للوضع في اليمن يرى أن هناك تغير في موازين القوى وأن هناك ربما فصل من الفصول الجديدة أو فصل جديد يفتح بابه أمام صراع سيكون قريبا. تحركات العمالقة وتحرير شبة وبيحان وعسيلان والآن الذهاب إلى حريب وإلى المناطق حول مأرب، يعني أنه الشيء الوحيد الواضح أن السعودية ربما بدأت تشعر أنها في مأزق كبير حال سقوط مأرب، ومأرب تعتبر الخط الوحيد والأهم والأكبر أمام التمدد الحوثي أو بين قوسين ما يطلق عليه بالتمدد الإيراني، ولهذا كثفت من كل هذه الهجوم. وأيضا
ذهبت لدعم الألوية العمالقة باتجاه مأرب وباتجاه كثير من المناطق الجنوبية، أو ربط الشمال بالجنوب، خاصة أن شبوة يعني تربط بكثير من المحافظات الجنوبية والشمالية. لكن السؤال الذي أنت طرحته هذا ما يتبادر إلى ذهن كثير من اليمنيين، هل هذا الدفع بهذه التصعيد العسكري سيستمر بالتوجه لتحرير كثير من المناطق الاستراتيجية في اليمن، أم أنه سيكون فقط لتأمين ما يسمى بالفراغ الأمني في المناطق الجنوبية ثم البقاء في تلك المناطق، ويبقى ذلك الاستنزاف المستمر في الحرب الدائمة التي لها تقريبا 7 سنوات؟ هذا السؤال هو يطرح للتحالف، خاصة بعد إصدارهم ما تسمى بالتحرير العسكري، لكنهم أو اليمن السعيد، لكنهم قالوا أنها ليست بعملية عسكرية، ربما أنها بروباغندا سعودية تريد أن تعطي نوعا من الأمل لليمنيين، خاصة بعد تحرير شبوة، أو بعض الأخبار أو بعض المناوشات التي دارت في حال لم عندما تم تغيير محافظ شبوة السابق بن عديو. طيب، شبوة، مأرب، صنعاء ليست بعيدة في الحقيقة، وهي طبعا يعني المعركة كلها من أجل صنعاء. بالنهاية من سيسيطر على صنعاء يعتبر بشكل ما سيطر على اليمن سياسيا، أو هذا هو العنوان، لأنه الانتقال حتى العاصمة من عدن إلى صنعاء مجددا قد يكون عنوان انتصار بالنهاية. إلى أي مدى يعني ربط شبوة بمأرب يسهل الوصول إلى صنعاء، خصوصا مع مجددا معطى قوات العمالقة الذي أصبحنا نتحدث عنه بشكل رئيسي في هذه المواجهة؟ من يستمع إلى تصريحات عيدروس الزبيدي عندما تحدث لسكاي نيوز تحدث بلهجة واضحة أن ألوية العمالقة وأن الجنوب لن يذهب إلى صنعاء أو إلى تحرير صنعاء إلا إذا كان هناك إذن واضح من قبل التحالف. هل التحالف سيذهب إلى تحرير صنعاء ويدفع بألوية العمالقة وأيضا يخفف الضغط عن محافظة مأرب، وبعد ذلك يتحرك الجيش الوطني بدعم أيضا من التحالف للذهاب إلى صنعاء؟ أنا باعتقادي أقول ذلك وأكرر، تحرير صنعاء هو يكون على يعني أمور دولية أقليمية تتبناها الدول الأقليمية والدولية والمحيطة باليمن، لن يكون بذلك إذا حررت مأرب أو إذا سلمت مأرب للحكومة اليمنية. وأنا باعتقادي أن سقوط مأرب من عدمها أو انتصار الحكومة اليمنية هذا ليس وارد، وإنما سيكون السيناريو الأقرب هو استنزاف الحرب في اليمن وإضعاف جميع الأطراف، وهذا ما تقوم به دول التحالف الآن باستراتيجية مزدوجة حاليا في الفترة الماضية، استراتيجية مزدوجة هو خنق الحوثي عسكريا ثم فتح باب التفاوض من جانب آخر، وهذا ما وجدناه من التصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي وهو يتحدث في إحاطته للأمم في مجلس الأمن أنه لا بأس أن يكون هناك حل في اليمن حتى وإن كان بيد الأطراف المتصارعة الأسلحة. وأيضا عندما قالت حذر من عسكرة الموانئ في مرفأ ميناء الحديدة، وفي اللحظة نفسها أرسل إشارات تحذير للسعودية ولدول التحالف بعدم قصف الموانئ أو قصف إذا تم عسكرة الموانئ. هذا الاستراتيجية الموجودة، الذهاب إلى صنعاء يترتب عليه أمور دولية وإقليمية، مفاوضات تجري، ترتيبات الآن تجري في البحر الأحمر بمناورات أمريكية سعودية مصرية، كل نعم، هذه يترتب عليه تحرير صنعاء. إنما أنا باعتقادي أنه سيتم تأمين الجنوب من الفراغ الأمني الذي يظهر للناس أن هناك فراغ أمني، وبقاء مأرب لا تسقط بيد الحوثي، ويبقى الاستنزاف وإضعاف جميع الأطراف حتى يصلوا إلى نعم، حل يرضي جميع الأطراف المتصارعة. شكرا لك سيف المثنى، الباحث السياسي اليمني، كنت معنا من واشنطن.